السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا في فيديو. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف يكون فيديو بسيط جدا. هذا الفيديو هو لدي سماعة تشتغل على هاتف ولا تشتغل على الهاتف الثاني أو هاتف آخر لأحد الأصدقاء مثلا، أو اشتريت السماعة وهذه السماعة لا تريد أن تشتغل على هاتفك أو أن تتصل مع هاتفك عن طريق البلوتوث. الحل جد بسيط إخواني الكريم، فلدي هاتفين هنا سوف أطبق التجربة عليهما، وبالتالي سوف يكون الفيديو حل لهذه المشكلة. إخواني الكرام، هيا بنا لنبدأ عملية البحث عن السماعات في الهاتف. لدي هذه السماعات، طبعا هذه السماعات فهي تشتغل على هذا الهاتف إخواني الكرام كما تشاهدون، فهي تشتغل عليه بشكل جيد. سوف أقوم بفتح العلبة كما على هذا الشكل، وكما تشاهدون ظهرت السماعة هنا إخواني الكرام على الهاتف كما تشاهدون. إذن أقوم بغلق العلبة فالسماعة على هذا الهاتف فهي شغالة بشكل عادي. سوف أقوم هنا أيضا بغلق البلوتوث من هذا الهاتف، وأقوم بنفس العملية على هذا الهاتف طبعا كما تشاهدون. أقوم بالذهاب إلى خاصية البلوتوث على الهاتف على هذا الشكل، وهنا تبدأ عملية البحث عن السماعات إخواني الكرام كما تشاهدون. فأقوم بتقريب الكاميرا لكي يظهر لكم الأمر بشكل جيد، ولدي السماعات هنا إخواني الكرام. في هذه الحالة سوف أقوم فقط بفتح الغطاء. هذه السماعات فهي تعتمد على فتح الغطاء لبدء عملية البحث على هذا الشكل. نحن الآن في انتظار أن يتم ظهور اسم السماعات على الهاتف. أقوم بالضغط على زر البحث هنا في الأعلى أناليز كما تشاهدون. فعملية البحث فهي جارية، ولكن لا يظهر لي اسم السماعات على الهاتف. أقوم بغلق الغطاء وإعادة فتحه والضغط على أناليز أو عملية بحث. لا يوجد اسم السماعات. طبعا الطريقة إخواني الكرام فهي طريقة سهلة جدا. سوف تقوم بالضغط على الزر أسفل العلبة هنا كما تشاهدون. فهذه العلبة فهي بها زر هنا في الأسفل. هذا الزر تقوم بالضغط عليه لمدة 3 ثواني أو ثانيتين أثناء عملية البحث من الهاتف كما تشاهدون. على هذا الشكل أقوم بالضغط هنا على عملية البحث والضغط على الزر هنا أسفل العلبة. وكما تشاهدون ظهر اسم السماعات إخواني الكرام، AirPods Pro Yasin 2 كما تشاهدون. هذه هي اسم السماعات، وأقوم بالضغط عليها على هذا الشكل و اقترنت السماعات مع الهاتف. إخواني الكرام، هذه هي الطريقة السهلة جدا لتوصيل أي سماعة كيفما كان نوعها مع الهاتف، إن كانت بشرط إن كانت السماعة تحتوي على زر هنا. ما عليك فقط هو الضغط على الزر لمدة ثانيتين أو 3 ثواني حتى يظهر الاسم، وذلك أثناء عملية البحث من خلال الهاتف أو من خلال تطبيق البلوتوث في الهاتف عن الأجهزة التي بها البلوتوث. وما عليك فقط هو الضغط في نفس الوقت كما قلت على الزر هنا، وسوف يظهر اسم السماعة بمجرد الضغط على الزر إخواني الكرام. وبالتالي عندما يظهر لك اسم السماعة، ما عليك فقط هو رفع إصبعك على الزر والضغط على اسم السماعة على الهاتف، وسوف تقترن سماعتك مع الهاتف. إخواني الكرام، شكرا جزيلا للمشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.